شيء نخوض مهرجان اتصالات المغرب على بعد 4 ايام وهاوش رساله ان شاء الله تغث بعد المهرجان لجنة تجربة ناجحة عام هذه النظر بعد 4 سنوات يعني في الدورة الرابعة بمهرجان اتصالات المغرب عام تسمى في جولة مهرجان تغث استثنائي للنظر ديال 59 جور يعني 59 سهرة الحمد لله ديال 59 سهرة لحد الآن 55 غاني وض 55 سهرة ونسجلوا لدي جن يعني صداع يعني شان مشدات شان حشف الجمهور تغث مليح يتجاوب المغنيين نحاول أننا نوفر مرة جميع الألوان الغنائية زي مغنيين مغاربة المغنيين المحليين بليس بعض الأنماط الغنائية الجديدة من دي جي ام شاور الهيب هوب الراب كذا وعمل تغادي يجي استثناء يعني تغادي يجي الفنان ضم فقراني شهر 2 افتتح المهرجان اتصالات المغرب بنظر هو فاضل شاكيل ومن بعد تبعيد سعيده شرف نجاة عتابو حسن البركاني يجي مجموعه الفنانين ديال مقرنن وحتى الفنانين المحليين الفرق المحليه يجن خصنا غنأكد خيج الحاج انه المتنفس الوحيد غالفنان المحلي بنزي غادي يدفع لك الجمهور نس هذه سرقه الجمهور نس هو المهرجان اتصالات المغرب لان المهرجان الوحيد اللي غاتجا لمده تنقران تيتجاني وشا الفرصه خويا 4 سنين سبوامية فرصه احترافيه للفرق المحليه انه شاركنت والحمد لله يشاع فرصه للجمهور انه اديا في جن المتنفس ديال الكورنيش ويتريميش الكورنيش يعني فارغ وغادي تفاعل مليح ل 55 يوم والقمه نغاب ايام ان شاء الله هذه سيدي فنانين محليين وحتى فنانين وطنيين وان شاء الله نتمنى ان نسرق عاود عام يوسين للدوره الخامسه المهرجان اتصالات